المرأة، الأم، العادات والتقاليد، التراث والثقافة، التعليم، النجاح، الإبداع والتميز، القيادة. تنظر الشعوب على أن التراث هو إرث قديم يعود لأجيال ماضية، أما في الإمارات وبفضل قيادتها الحكيمة فهي مشاهدة حية تربط الحاضر بالماضي وتنقل رسالة جيل إلى جيل دون الإخلال بالتقاليد العربية الأصيلة. حيث يعود الفضل في نجاح المرأة الإماراتية في مختلف مجالات الحياة إلى الرؤية الحكيمة التي منحتها لها أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله. وانسجاماً مع رؤية الشيخة فاطمة بنت مبارك، تبلور دور ابنتها سمو الشيخة فاطمة بنت هزاع بنت زايد آل نهيان كداعمة في مجالات التراث والفنون. والدتي، لطالما كنت لي منارة للعلم والنور وقدوة فذة للمرأة الإماراتية. أهديكم معرضي الافتتاحي الأول، وانطلاقاً من رؤيتكم وتوجيهاتكم الحكيمة اخترت أن تتناول مجموعة أعمالي فن العباءة والزي الإماراتي وما ينطلي عليه من دقة وحرفية وجمال وإبراز دور العباءة الفعال في الحفاظ على الهوية الإماراتية. ابنتكم فاطمة بنت هزاع. في أعمالها الفنية تجسد الشيخة فاطمة فكرة الهوية الثقافية الإماراتية من خلال وسائل متنوعة، ففي مجموعة أعمالها الفنية استخدمت تقنية فريدة تتمثل في الصور المسحية الضوئية الفوتوغرام لإبراز فن العباية الجميل ودوره في الحفاظ على تراث الأمهات والأجداد، كما تعبر أعمالها الفنية عن الاعتزاز والفخر بالهوية الإماراتية. مع ظهور التصوير الرقمي أصبح الآن ينظر إلى غرفة التظهير التقليدية كوسيلة بديلة متاحة للفن. يمثل التصوير المسحي الضوئي الفوتوغرام أصل التصوير الفوتوغرافي، والذي أطلق عليه ويليام فوكس تالبوت الرسم الضوئي. استخدم التصوير المسحي الضوئي على نحو بارز في الفنون الدادائية، وهي حركة سوريالية حديثة ظهرت في مطلع القرن العشرين من الفنانين الذين اتبعوا هذه التقنية مان ماري وبيكاسو على وجه الخصوص. إن عملية اختيار العباية هي خطوة أساسية للتحكم في النتيجة النهائية، فثمة عوامل عديدة يجب أخذها بالاعتبار عند اختيار العباية. تتضمن هذه العوامل التزيين وأعمال الشك والخرز والتطريز، ويتعين الأخذ بالاعتبار سمك القماش وطراز الثوب وقصته، ثم اختيارات عديدة تجري في هذه المرحلة لتحديد مدى ملائمة العباية لهذا الغرض، حيث يتم إعداد كافة المواد الكيميائية في غرفة التظهير وضبط الحرارة اللازمة. تبدأ الخطوة الأولى بتعريض المواد للضوء المحدد. إن الأعمال الفنية الناتجة عن هذه التقنية هي فريدة من نوعها، بحيث يتعذر إنتاج الصورة نفسها مرتين، ولهذا لابد من إعداد خطة محكمة لضبطها، كما لابد من إجراء تجارب عديدة لتحديد المدة المطلوبة لتسليط الضوء حتى يتمكن من إحداث الأثر المطلوب. بعد ذلك يتم معالجة الورقة بأنواع ثلاثة من المواد الكيميائية: مادة لتظهير الصورة، ومادة لنقعها، ومادة لتثبيت الصورة على الورقة ومنع تأثرها بالضوء. ثم يجري غسل الورقة بالماء لإزالة كل أثر للمواد الكيميائية.
في هذه المرحلة يمكن إخراج الورقة لمشاهدتها، وعندئذ تترك لتجف على أداة التجفيف. يلي هذه المرحلة خطوة المعالجة الرقمية لتهيئة الأعمال للخطوة الأخيرة المتمثلة في الزخرفة والتطريز. تشكل الزخرفة التي تزين هذه الأعمال الفنية عملية أساسية، ويتم فيها استخدام الأحجار والخرز المحلي. تأخذ هذه العملية بعين الاعتبار الشكل الفني للعمل، فعلى الفنان أن يتحكم بكل حجر وكل خرزة منظومة. لابد من توخي التوازن الدقيق للتأكد من أن الزخرفة ترتقي من مستوى العمل الفني. بالنظر إلى العملية بأكملها، فإن تقنية الفوتوغرام تعتبر في جانب منها عملاً علمياً، وفي جانب آخر عملاً فنياً، وفي جانب ثالث عملية كيميائية. إنها مزيج متجانس من هذه العناصر الثلاثة المتباينة، لا يمكن إعادته بذاته مرتين، ويشتمل على عناصر فنية فريدة ناجمة عن التفاعلات بين الضوء والمواد المستعملة في العملية. لطالما كان الحفاظ على هوية الإمارات وعلى ثقافتها وتقاليدها الأصلية على رأس أولويات الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله، والتي عبرت عنها ابنتها الشيخة فاطمة بنت هزاع بوضوح من خلال معرضها الافتتاحي الأول الذي وصل الحاضر بالماضي. والدتي الحبيبة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، والدي الحبيب سمو الشيخ هزاع بن زايد، لقد أرضعتموني حب الوطن وربيتموني على قيم بلادي الأصيلة، لذا اخترت من خلال معرضي أن أتغنى بروح الاعتزاز بوطني الحبيب الإمارات، وأقدم العباء من خلال تقنية الفوتوغرام كرسالة تعبر عن رمز لتراث المرأة الإماراتية، وتكون مصدر فخر وكبرياء لجيل تحرص فيه المرأة الإماراتية بفضلكم على مواكبة التقدم والتطور مع المحافظة على العادات والتقاليد الأصيلة والهوية الإماراتية الراسخة. شكراً والدتي، شكراً والدي. ابنتكم فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان.